فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضرين أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. شنو شعورك وهم تم إحدى عملية لعينك؟ يعني شنو الشعور اللي تحسين فيه وإن تم سوولك عملية؟ شنو شعورك؟ شنو احساسك لما سويت؟ كويسة والله يا الله، ها تخرجت الحال عاد يبدو فرحانة؟ فرحانة الحمد لله. أول فرحانة والله. يشكرون الله ولادنا والله ألف شكر. شعور يديهم ويرضيهم ويحنن عليهم ويرزقهم ويسترهم ويطول أعماركم كلكم يا دكاتري، كلكم يطول أعماركم. يا فرحي بيكم يا فرحي بيكم يا أولادي، أولادي الحلوين أولادي الحلوين أولادي الحلوين يا رام. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام أبو يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. هذه جوابات عملية، هذه جوابات عملية، هذه حقك ان شاء الله حق العم محمود، هذه حق خالتي ام محمود. عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. خليكم يا رب. من زمان ولا كرت؟ بإذن الله تعالى الآن نطلع في على المستشفى ونسوي لك العملية. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على صلي علي يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي صلوات الله علي. يا رسول الله يا رسول الله البدر كطلعته وجه جميل
والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صلي أخوانكم في جمعية الإدارة الخيرية من دولة الكويت بالتعاون مع جمعية الأورمان في مصر أتوا إلى مصر لإقامة المرحلة الثانية من حملة إبصار لعمليات العيون الذين يحتاجون إلى إزالة المياه البيضاء. بفضل الله عز وجل اليوم تم زيارة الأسر اللي محتاجة العمليات وأخذناهم إلى المستشفى والآن سيتم العمليات. أيضا تم جمع الحالات في قاعة وتم توزيع الكروت عليهم وبإذن الله من اليوم إلى سبعة أيام إلى أسبوع سيتم العمليات عن طريق جدول لأن في كل يوم عدد معين يستطيع أن يجي العملية. جزاكم الله خير يا أهل الخير. شكرا لكل من ساهم وتبرع ودعم معنا حملة إبصار. شكرا لجمعية الأورمان على هذا التنظيم وهذا التنسيق وهذا الترتيب اللي بإذن الله عز وجل تكون ثمرته إيجابية لإخواننا من الحالات اللي تحتاج العمليات وفي النهاية يطلع العمل بإذن الله عز وجل كامل لكل الجمعيات.